سام راضي سافرنا في روما، كان عامل اجتماع ولقاء مهم مجلس الشيوخ الإيطالي. لأول مرة سفير كلم على مصر. مصر ازاي بتواجه قضية الهجرة غير الشرعية؟ بدأنا 2016 ازاي مفيش مركب خرجت من أراضينا أو من حدودنا أو عبر المياه المصرية لأي دولة أوروبية. مصر تستضيف النهاردة على أراضيها 9 مليون واحد، نقولش عليهم لاجئين، نتكلم على 9 مليون مواطن من دول شقيقة وصديقة على أراضينا بيتعاملوا معاملة المواطن المصري. خلينا نروح لسعادة السفير بسام راضي. مساء الخير. خير يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بيك وبالسادة المشاهدين والبرنامج وأسرة البرنامج كلها. أولا تحية لحضرتك مرة أخرى. الاجتماع واللقاء لأول مرة مجلس الشيوخ الإيطالي، حضرتك موجود بتشرح، بنتكلم على مصر، بنتكلم على قضية الهجرة غير الشرعية، ولكن هذه قضية هي قضية مهمة. نتكلم الأول، إحنا حضرتك كلمت، كان إيه اللي حابوا يسمعوه من حضرتك؟ الحقيقة هو مجلس الشيوخ يعني في اتجاه السياسة العامة للدولة الإيطالية حاليا من أهم القضايا اللي بتوليها اهتمام هي قضية الهجرة غير الشرعية. طبعا الأزمات اللي موجودة في أفريقيا وفي المنطقة زودت الفكرة. أنا الحقيقة يعني وجه لي دعوة من السيد وزير الصناعة الإيطالي ومجلس الشيوخ الإيطالي، ويمكن دي أول مرة سفير أجنبي يلقي كلمة من المجلس عن جهود مصر أو وجهة نظر مصر في القضية، بما أنه مصر من أحد الدول القليلة إن لم تكن هي الوحيدة اللي بتتمتع باستقرار كبير في المنطقة ونجحت في أنها توقف تماما أي موجات هجرة من سواحلها الشمالية. أنا الحقيقة وجدتها فرصة جيدة جدا لنشرح اللي بيحصل وإيه وجهة النظر المصرية، ما هي الحلول من وجهة نظرنا وكيف تم السيطرة. يعني جهد كبير قوي معمول في مصر أحمد بيه يستحق أنه ينعكس دوليا ويستحق أن العالم كله يعرفه، وخاصة لو دولة زي إيطاليا هي دولة كبيرة ودولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي ودولة قادرة تماما أنها يعني تتبنى اتجاهات داخل الاتحاد الأوروبي في أي قضية. أنا الحقيقة شرحت الجهود اللي حصلت، استعادت الاستقرار والأمن في مصر من 2014 و2015 أدى إلى منذ سبتمبر 2016 مفيش قارب واحد ترك السواحل الشمالية المصرية في اتجاه أوروبا. دي نمرة واحد، وهم على فكرة لديهم يعني أدلة ولديهم رصد كويس جدا في هذا المجال. رقم اثنين، هناك موجات هجرة غير شرعية بتتدفق لأوروبا وإيطاليا، وفي منهم مصريين، نسبة مش كبيرة، ولكن المصريين دول ما بيطلعوش من مصر، بيطلعوا من ليبيا، بيطلعوا من دول أخرى، بيتركوا مصر بطرق شرعية تماما، فيزا، بيتحرك عبر الحدود المحكمة اللي مسيطر عليها من المنافذ. والله يكون ان الدول المجاورة لا تنعم بالاستقرار والأمن اللي موجود في مصر، وبالتالي هناك غياب للمؤسسات الأمنية وهناك غياب السيطرة على الحدود، السيطرة والحكومة المركزية والمؤسسات القوية، ده بيؤدي إلى استغلال عصابات الإتجار في البشر واستغلال ظروف هؤلاء والإتجار بيهم ونقلهم إلى أوروبا. إذن هناك نقطة هامة جدا إنه هذه القضايا زي الدولة ليبيا الشقيقة لابد أن نتعاون في أن نحل هذه القضية لتعود المؤسسات بقوتها وليتوحد الجيش الوطني ولتكون هناك حكومة مركزية كويس. وبالتالي ده هنعكس مؤسسات تقصد مؤسسات. النقطة الثالثة بقى واللي هي المهمة جدا اللي هي جذور المشكلة اللي ممكن نتكلم عليها، لأن هناك جنسيات أفريقية كتير جدا. يعني لما بنتكلم على هم كانوا مستضيفيني بما ان يعني بنمثل شمال افريقيا وفي شمال افريقيا هناك جنسيات اخرى كثيره جدا من افريقيا جنوب الصحراء موجوده في ايطاليا وموجوده في اوروبا. طيب ليه؟ لانه هناك غياب للتنميه الحقيقيه.
شرحت بالتفصيل تماما انه التجاره البينيه في افريقيا عباره عن 4% فقط، وهي من اقل نسب التجاره البينيه في اي قارات العالم. معنى الكلام ده معنى الكلام ده انه افريقيا بتفتقر وبشده الى البنيه الاساسيه. انا النهارده وانا في مصر وانا في المغرب وانا في تونس او انا في اي دوله افريقيه تانية عايز اروح دوله مجاوره بنزل ترانزيت اوروبا وبروح الدوله. يعني ما فيش خط طيران مباشر لكثير من الدول الافريقيه، ما فيش خطوط سكك حديد مباشره، ما فيش طرق دوليه مباشره، ما فيش خطوط بحريه مباشره. طب احنا بنتكلم على تنميه ازاي؟ وبنتكلم على زياده التجاره ازاي؟ وفي يعني الف به بنيه تحتيه مش موجوده. قلت لهم انا بدعوكم وبدعو ايطاليا، هذه الدوله العظيمه بامكانياتها والعظيمه بصناعتها والعظيمه بحضارتها، انها تقود اتجاه داخل الاتحاد الاوروبي لبلوره مشروعات ضخمه في بنيه تحتيه في افريقيا بشركات اوروبيه في شكل وين وين سيتويشن، او في شكل ان انا فائز وفائز، انا لدي كبلد افريقي لدي المواد الاوليه ولدي الموارد ولدي الكنوز ولدي وانت لديك الصناعه ولديك التكنولوجيا ولديك توطين الصناعه ولديك كل هذا التقدم، تعال اعمل عندي بنيه تحتيه هيساعد يدي فرص عمل ويمنع الناس اللي بدل ما يروح يشتغل بره يشتغل في بلده. ده اللي قلته شوف الحاجه قلته ده انا ده اللي قلته في مصر. هناك راس مال اوروبي بشركات اوروبيه سيعود عليها هذه المشروعات هتعود عليها بنفع كبير جدا. نعم. لان انا هشغل شركتي وده استثمار. نعم. هستثمر فيه وهعمل بنيه اساسيه، وده اللي وقلت انه هذا الاتجاه ده تفكير جديد يجب ان يتم تبنيه. لكن ان انا اركز فقط او يعني العلاج يتم التركيز فقط على ضبط الحدود بشده مش كافيه القوانين. عالج الاصل عالج اصل المشكله هي هتجيب نتيجه ولكن نتيجه مؤقته. والدليل على كلامي ان موجات الهجره بتزيد ما بتقلش. طب ما هو في دوريات مشتركه وفي غفر سواحل وفي كل الامكانيات اللي موجوده في اوروبا في هذا المجال، ولكن موجات الهجره الغير شرعيه بتزيد. اذا لازم نجد حل غير تقليدي عشان يديني نتيجه جديده غير تقليديه. ردهم ايه يا سعد السفير بسام بصراحه؟ لا الرد كان الحقيقه انا ما توقعتوش يعني الرد كان استحسان كبير جدا جدا، وابتدى يبقى في نقاش داخلي لان ده تفكير اتجاه جديد وتفكير ما تمش طرحه قبل كده، وده بيطرح ويجب على المؤسسات داخل اوروبا انها تناقش بجديه تلك الافكار اللي هي وين وين سيتويشن، ان هو لازم ان انا اروح جوه افريقيا اعمل اولا ابتدي بالطرق والمواصلات ما بين الدول الافريقيه، لان ده هيفتح المجال بشكل كبير جدا للتبادل التجاري وفتح فرص عمل، واللي محتاج مواد اوليه من دوله ليست موجوده في اخرى للصناعه تتنقل بمنتهى اليسر والسهوله وما الى ذلك. لا كان في جدال كبير بعد ما المداخله، وهنا يعني الاعلام اتكلم عليه. ويعني احنا يعني انا بحاول من خبرتي اللي فاتت في السنين الماضيه يعني انه والاشياء اللي انا الحقيقه كان لها الشرف ان انا اتعلمها في مؤسسه الرئاسه وفي الاجتماعات الكثيره اللي حضرتها بنفسي مع السيد رئيس الجمهوريه، والنقاشات اللي كانت كلها افكار جديده وافكار قيمه جدا، بحاول ان انا طبعا اعكسها اوصلها ليهم بشكل يعني واضح. طبعا دي قضيه كانت قضيه هامه جدا. حضرتك كلمتهم يعني على مصر 9 مليون واحد موجودين تستضيفهم. اتكلمنا طبعا كان في بقى يعني انا وجدت هذه الفرصه ان احنا نشرح طب احنا في مصر كمان عندنا ايه؟ احنا في مصر عندنا 9 مليون لاجئ. 9 مليون لاجئ ما احنا ما يعني ما عمرنا ما قلنا عليهم لاجئين ولا قلنا لاجئين ضيوف. 9 مليون لاجئ بيتمتعوا بالحقوق الاساسيه اللي نصت عليها نصوص ومواثيق الامم المتحده. ايه هي الحقوق الاساسيه؟ التنقل، العمل، التجاره، الدخول في نظم التعليم، فتح حسابات في البنوك، الحياه الاجتماعيه الكامله،
كل الحقوق موجودة لدى هؤلاء الضيوف اللي بنقول عليهم زائرين وضيوف، بجانب المواطنين المصريين زيهم كما المواطن المصري بالضبط. وطبعا يعني هم في ازدياد، يعني الشقيقة في السودان ونتيجة الظروف اللي هناك، هناك مئات الآلاف وعشرات الآلاف اللي بيتدفقوا عندنا. صحيح. مصر بتحتضنهم، ومصر عمرنا ما اشتكينا من هذا الامر. هل وقف قدام رقم التسعة مليون؟ طبعا، لانه ما كانش رقم معلوم لديهم. يعني رقم ضخم، رقم تسعة مليون نسمة في بلد زي مصر اساسا 105 مليون، فده رقم ضخم مش سهل. الرقم ده انا لاحظت انه ما كانش معلوم لدى الكثير لديهم، يمكن كانوا معتقدين انه 2 مليون 3 مليون اكتر من اقل من كده، لكن انا قلت انهم من جنسيات افريقيه مختلفه، من دول عربيه مختلفه. ايضا نتيجه الظروف وغياب الدوله، مؤسسات الدوله في الدول المحيطة بينا اللي طالها للأسف الأزمات، غياب الحكومة المركزية، غياب المؤسسات، غياب الأجهزة الأمنية، أدى إلى كل هذا. وكل هذا سيتفاقم. حاجتين ركزت عليهم زي ما بقول لسيادتك: البنية الأساسية في أفريقيا، وعودة الاستقرار والأمن في الدول الأخرى اللي غاب فيها هذا الاستقرار. من غير كده الحلول نتيجتها تبقى محدودة جدا، والدليل إنها بتزيد يوم بعد. طيب خلينا نرجع لملف من كام يوم حضرتك ايضا، وده حاجه اعتقد كان تطور مهم، انتخاب مصر رئيسا اللجنه الماليه منظمه الفاو في روما وحضرتك. ده ماذا يعني، وهنستفيد من هذا الامر ازاي الخاص بمنظمه الاغذيه والزراعه الفاو؟ هو الحقيقه الانتخابات دي كانت في خلال المؤتمر السنوي. كل سنه منظمه الفاو في مؤتمر سنوي زي الجمعيه العامه كده اللي بتحصل في الامم المتحده، بس اسمه المؤتمر الوزاري التنفيذي. انا الحقيقه كان لي الشرف ان انا امثل مصر بما اني سفير لمصر في روما ومندوبها الدائم في المنظمات اللي في روما. روما فيها ثلاث منظمات رئيسيه خاصه بالغذاء والزراعه: الفاو او منظمه الغذاء والزراعه، الدبليو اف دي برنامج الغذاء العالمي، والافاد صندوق الدعم الانشطه الزراعيه في العالم. لما نتكلم على الفاو، هذا هو الاجتماع السنوي. حصل حاجتين في هذا الاجتماع، كان مدته 10 ايام. اول حاجه تم انتخاب مصر داخل المجلس التنفيذي وبالاجماع. المجلس التنفيذي ده يعتبر الجهاز او العقل المدبر داخل منظمه الفاو، يتكون من حوالي 30 دوله من 200 وشويه دوله اعضاء. ده كان بالاجماع انتخابها، ده شيء مهم جدا. لان ده جهاز هو اللي بيخطط ولمستقبل المنظمة لمدة سنين قدام. تم انتخاب مصر نتيجة الجهود الكبيرة اللي مصر عملتها في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والمياه واستصلاح الأراضي والدلتا الجديدة. كل ده مرصود على فكرة أحمد بيه بمنتهى الدقة، مرصود تماما. شايفين عند حضرتك احنا مصر بتعمل ايه، تتوسع في مسألة الزراعة ازاي؟ طبعا مرصود، لانه حجم المشروعات وحجم مئات الالاف من الافدنه اللي تم اضافتها، ده شيء لافت جدا. نعم. بالنسبه لاي منظمه متخصصه. ومنظمه الفاو الحقيقه يعني الوقت الحالي والازمات اللي حصلت، كوفيد 19 والازمه الاوكرانيه الروسيه، هتجد انه موضوع الغذاء وموضوع الامن الغذائي ده بقى موضوع الساعه حاليا بجانب موضوعات اخرى. الموضوع ده بيتعاظم بشكل كبير جدا في خلال الفتره اللي فاتت والقادمه. ما زال موضوع الامن الغذائي، احتياجات الحبوب، القمح، المواد الاوليه في الامن الغذائي ولدى اوروبا كمان، بقى موضوع شائك وموضوع حساس جدا. فبالتالي هذه المنظمه بيتعاظم دورها بشكل كبير يوم بعد يوم. الانتخابات التانيه كانت انتخابات اللجنه الماليه. دي لجنه خاصه بمراقبه والتحكم في الموارد الخاصه بالفاو، اللي هي بالمليارات الدولارات. اللجنه دي عباره عن 6 فقط. مصر بترأسها، ترأس هذه اللجنه بعضويه كل من الولايات المتحده
المملكه المتحده، بريطانيا، بريطانيا، السويد، آه، استراليا، الكويت. مم. ومصر رئيسه هذه اللجنه. ليه؟ دخلنا الانتخابات الحمد لله وتم انتخابنا بالاجماع لمده 3 سنوات. اللجنه دي بتتحكم في السياسه الماليه، تتحكم في حجم المشروعات، بتراقب المكاتب الاقليميه اللي خاصه بالمنظمه على مستوى العالم، وبتتابعها وبتشوف نشاطها ماشي ازاي وما الاهداف اللي حققتها، ومنها مكاتبها اللي موجوده في القاهره. لماذا تم هذا المشروع؟ هرجع تاني اقول لسيادتك، المشروعات الضخمه اللي حصلت في مصر وحجم عندنا داخلين على 2 3 مليون فدان ولا اكتر من كده كمان، وحوكمه ادارتها والنجاح اللي تم فيها بهذا بهذا الشكل كان له انعكاس كبير جدا عظيم للوفد المصري بانه يتقدم لهذه اللجنه ولرئاستها، وايضا لان هو ينجح في انه يبقى رئيسها مع الدول اللي انا قلت لك اساميها دي، دول كبرى عظيمة ليها سياسات كبيره. فده طبعا يعني وده انا بعتبره يعني نجاح دبلوماسي لكل السفارات في الخارج، ولان يعني ده احنا بنشتغل بشكل يعني جماعي وبيبقى حشد التأييد وما الى ذلك بيشتغل فيه يعني جميع الاجهزه في الخارجيه. سعاده السفير بسام مرادي، ودايما كل التحيه، ودايما يعني بهذا الاخلاص وهذا الجهد الكبير اللي حضرتك بتبذله يعني في روما من ساعه ما رحت لحد دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، دايما اجتماعات ولقاءات كلها ايضا لخدمه الدوله المصريه والشعب المصري. بشكرك شكرا جزيلا. فاصل ثم نعود لحضراتكم.